المطلوب أن ندخل مباشرة في عملية تفاوضية جدية، كل الملفات توضع على طاولة المفاوضات، إذا كانت هناك إرادة حقيقية بهذا التغيير من أجل إيجاد حلول لقضايا التربية والتعليم وعلى أساسها مطالب المدرسي التعليم، أعتقد أننا سنتوصل إلى حلول. لا تفاؤل ولا تشاؤم، نحن نتعاطى مع الوضع بأن نتفاوض مع حكومة، الحكومة لا تزال قائمة، خيارات الحكومة السيئة ما زالت سارية المفعول، ارتهان الحكومة لصندوق النقد الدولي بما شكل عقبة نحو تفاوض جدي في القضايا الاجتماعية ما زال قائما، وبالتالي وجود وزير تربية جديد لن يغير هذا الوضع، وبالتالي نحن نعتقد أن الوضع لم يتغير، وبالتالي السيد وزير التربية يجب أن يكون قادما فعلا بحقيبة فيها إرادة سياسية وفيها يعني قرارات سياسية بتغيير أسلوب التعاطي مع المطالب الاجتماعية للمربين، وإما فإننا سنجد أنفسنا في نفس الحلقة وفي نفس المسار.